بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع وقلنا جمعت في سورة العصر. 凭博慈恒慈的安拉之尊名，上一节课我们讲了四个问题，这四个问题已经在古兰经的十光章当中所包含。علم وعمل ودعوة وصبر. 知识、遵行、宣教以及忍耐。هذا القسم الأول من الكتاب المسائل الأربع. الدرس اليوم بإذن الله تعالى هو القسم الثاني. 这是书中 讲到的第一个内容，今天我们学第二个内容。القسم الثاني من الكتاب المسائل الثلاث. 第二个内容当中包含三个问题。المسائل الثلاث غير الأصول الثلاثة. 这三个问题并不是我们前面所讲的三个基础。الأصول الثلاثة هو عنوان هذا الكتاب. هي أسئلة القبر. الآن نأخذ المسائل الثلاثة هو درسنا الآن. 三个基础是我们前面讲过的，也就是一个人在坟坑当中也要受问的三个问题。今天我们要讲的是三个另外的问题。ما هي المسائل الثلاثة؟ 这三个问题是什么呢 ？المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى لابد من إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. هذه المسألة الأولى. 第一个问题就是我们要认主独一，要知道安拉是独一的主宰。المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد. 第二个问题就是我们要拜主独一，要知道安拉是独一应受崇拜的，我们要唯独崇拜安拉。فلا تصرف العبادة إلا لله. 我们的崇拜的行为只是对安拉，只是向安拉，不是向安拉以外。المسألة الثالثة وسطية أهل السنة والجماعة في التعامل مع غير المسلمين.第三个问题要解答作为一个穆斯林与穆斯林的关系以及穆斯林如何穆斯林与非穆斯林的关系。مرة أخرى. 第二再 解答一下。المسألة الأولى توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 第一个问题要讲到安拉是独一的认主独一，安拉是独一的主宰，以及要知道安拉的以及要知道安拉的尊名与品性的独一。المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية بالعبادة. 第二项要学习拜主独一，安拉是独一的受拜者。المسألة الثالثة وسطية أهل السنة في التعامل مع غير المسلمين. 第三项要讲到作为一个穆斯林如何中正的与非穆斯林去交往。نعم. ما هو التوحيد؟ توحيد 是什么呢 ？هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد 就是要认主独一，拜主独一，以及归信安拉的尊名与品性是独一。لابد أن يفرد الله ولا يجعل معه شريك. 要知道安拉是独一的，没有任何匹敌。نعم في أنواع التوحيد الثلاثة. 从这学习توحيد 从这三个方面学习。توحيد الربوبية ما هو؟ 认主独一是什么呢 ？إفراد الله بأفعاله. 要知道安拉的行为是独一的。كالخلق مثلا. 比如安拉的创造。الثاني توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة لا يمكن أن يصرف أي شيء من العبادة لغير الله. 在讲到拜主独一的时候，我们要知道安拉是独一应受崇拜的啊。作为一个仆人，他们的功修指向安拉，不能对安拉以外者。التوحيد الثالث الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. 要知道第三项，我们要知道安拉的所有的尊名以及所有的品性都是安拉所独享的，没有任何匹敌。نثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه في القرآن وفي السنة الصحيحة. 我们肯定安拉的尊名与品性，依据安拉的古兰经以及使者的 hadith。ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة لا يمكن أن الخالق الكامل يكون كالمخلوق الناقص. نعم. 我们在信仰认主独一和拜主独一的时候，要纯洁的信仰，忠诚的信仰，不能有任何的在内心当中有任何的匹敌的思想。نعم. انقسم الناس تجاه غير المسلمين في التعامل إلى ثلاثة أقسام. 作为穆斯林在面对非穆斯林的时候分为三个方面。قسم يتعدى على الكفار
بالقتل وأخذ الأموال والسب والشتم. 有一些非信士，他们屠杀信士，这个侵犯信士的种种的权利。 وقسم يخالط الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وفي لباسهم وفي طقوسهم حتى تظن أنه واحد منهم. 还有一些人和这非信士们在一起，他们的行为往往受到非信士的影响，他们的行为没和非信士好像没有什么区别。 نعم، والقسم الثالث هو الصحيح الوسط. 第三种人，他们是中正，采取是中正的。 以中正的方式和非信士们一起。نفي لغير المسلمين بالعهود. 他们不去做非信士所做的他们的宗教行为。لا نتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا بأخذ الأموال. 他们并没有和非信士产生互相厮杀、互相敌对。ومع هذا لا نشاركهم في أعيادهم وفي احتفالاتهم وفي طقوسهم. 这样，他们在宗教的行为上不与他们有任何关联。ندعوهم إلى الله. 我们向他们宣传什么是伊斯兰。نتعامل معهم في البيع والشراء. 我们可以对于这些没有侵犯穆斯林的人，我们和他们一起有正常的交往。يتميز المسلم عن الكافر. 穆斯林和非穆斯林是有区别的。إذن أخذنا في هذا الدرس المسائل الثلاثة. 这节课我们学习了这个三个问题。المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. 第一个问题我们学习了安拉要认主独一，要知道安拉的尊名与品性独一。وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة المسألة الثانية. 第二个问题我们学到了拜主独一，只崇拜独一的安拉。المسألة الثالثة الوسطية في التعامل مع غير المسلمين. 第三个问题，我们讲到了要以中正的方式和非穆斯林进行交往。عرفنا التوحيد شرعاً. 我们学习了توحيد在教法上的解释。وعرفنا أنواع التوحيد الثلاث. 我们解释了توحيد的三个方面。أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لما يحب وأرضى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 我们祈求安拉保护我们。愿安拉赐福安于我们的先知穆罕默德（ صلى الله عليه وسلم）。